أعتبر هذا اليوم عرس، أقول عرس بالنسبة للقضاء المغربي، عرس بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. أعتبر هذا اليوم يوما تاريخيا كيفما كانت هذه الأحكام. لقد أبان القضاء المغربي وأبانت السلطة القضائية هي المستقلة، وأبانت النيابة العامة، وأبانت الشرطة القضائية على المهنية الكبيرة، وعلى قضاء نفتخر به ويجب أن نفتخر به أمام العالم. قضاء مستقل نزيه حاليا، وهذه هي المفاجأة الكبيرة اليوم، وهذا ما كنا نتمناه. اختارت كذلك النرويج اللجوء إلى القضاء المغربي، كما اختارت سابقا الدنمارك اللجوء إلى القضاء المغربي. هذا انتصار كبير للقضاء. وحيدا تحدثوا عن النرويج وتحدثوا عن الدنمارك، فإننا نتحدث عن دول في مستوى الرقي الاجتماعي والاقتصادي والرؤية الحقوقية وغير ذلك. اختارت معا لا الدنمارك ولا النرويج حاليا اللجوء إلى القضاء المغربي. سابقا كانت المحاكمة كأنها محاكمة غير متكاملة، لأنه ضحية من الضحايا غير حاضر، هو الضحية النرويجية حاليا، النرويج وعائلة النرويج نصبت محاميا للدفاع كذلك عن الضحية، وتقدم بمطالب مدنية، وكما يقول من اختار لا يرجع، معناه لن تكون هناك إلا محاكمة مغربية، ولن يكون هناك إلا قضاء مغربي، ولن يكون هناك أي طرف من أطراف يمكن أن يتدخل في هذا الملف وتوجيه آخر. بالفعل كدفاع قمنا من البداية بأننا ندافع عن السلطة القضائية وعن القضاء المغربي وعن المحاكمة المغربية، وقمنا بمجموعة من المساطر، ليس لإدخال الدولة أو لتسييس الملف أو لتشويه هذه الدولة المغربية، بالعكس قمنا من البداية بأننا نفتخر بالدولة المغربية وبمؤسساتها الأمنية والقضائية وكذا، وقمنا بإجراء لوضع بعض نقط على الحروف من الإشارة إلى بعض الأخطاء صادرة عن أشخاص وليست صادرة عن الدولة المغربية أو الحكومة المغربية، وأشرنا إلى هؤلاء الأشخاص وقلنا أنهم يتحملون المسؤولية، ولا تتحمل الدولة المغربية هذه المسؤولية، لا تتحمل إطلاقا. ومن هذا المنبر نقول بأن النرويج، دخول النرويج حاليا إضافة إلى الدنمارك، دليل على إيمان هذه الدول بالقضاء المغربي، والمحاكمة أصبحت محاكمة مغربية صرفة، وأصبحت لا نحاكم أمام قضاء مغربي وليس هناك طرف آخر متالي. وهذا انتصار للقضاء المغربي وانتصار للسلطة القضائية التي أبانت، والنيابة العامة وقضاء التحقيق على المستوى العالي فيما يتعلق بالمحاكمة، وعلى تنفيذ ليس فقط القانون المغربي وقانون المسطرة الجنائية، بل تنفيذ حتى الاتفاقية الدولية. وأنا رفعت أمام مجموعة محاكم أجنبية وأقول بأن المحاكم المغربية هي أرقى وأسمع وأضمن فيما يتعلق حقوق جميع الأطراف، من حتى محاكم أجنبية. يجب أن نفتخر بمؤسساتنا، ويجب كيفما كان الأحوال، كيفما كان هذا الحكم، لا عدم القبول مطالبنا أو غير ذلك، فسنتجه بالطبع إلى قضاء آخر، قضاء إداري، وليس لنا أي مشكل في هذا، لأننا نؤمن بأن القضاء ديالنا قضاء منصف، سواء كان قضاء جنائي أو كان قضاء إداري، ليس هناك أي مشكل. عائلة الضحايا التي أنوب عنها تؤكد احترامها للقضاء المغربي، تؤكد احترامها للمؤسسات القضائية، تشكر من جديد المؤسسات الأمنية على الدور المهم التي قامت فيه لاعتقال هؤلاء المتهمين. المتهمين سيلقوا العقوبة المناسبة للعمل الجرمي، هذه العقوبة ستصل حتما إلى الإعدام، خصوصا بالنسبة لثلاثة منفذي، والعقوبات الأخرى أظن ستكون بين 10 سنوات أو 20 سنة. في جميع الأحوال الدعوة العمومية نؤكدها جملة وتفصيلا، خصوصا الملتمسات اللي قدم بها السيد الوكيل العام المحترم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.